ارتفاع درجات الحرارة في المثنى مع بدء فصل الصيف وانقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر دفع العديد من الصائمين في المحافظة التوجه صوب نهر الفرات، حيث يمارس بعض الشباب رياضة السباحة لقضاء أوقات جميلة على نهر الفرات حتى قرب ساعات وقت الإفطار. نجول احنا برمضان، انا يعني مو بس انا والوالد واخواني واصدقائي، نجي هنا برمضان الساعة 5:30 6 نجي هنا نسبح نتجول شوي يعني، وروح غير جو، روح يعني قبل الاذان بنص ساعه ربع ساعه، روح على مود الفطور واحنا صايمين رمضان، نجي شاي حاره واعي نتجول نروح نجي نتبرد هنا طبعا حاره الدنيا وانقطاع كهرباء ماكو، فنجي نتبرد قبل الفطور. شباب مدينه السماوه طالبوا الجهات المعنيه بضروره الاهتمام بنهر الفرات وازاله جميع المخلفات والنفايات التي امتلأ بها النهر. مثل ما معروف جميع الشعراء والادباء تغنوا بنهر الفرات وخاصة في ضفاف نهر السماوة، لكن للأسف لحد هاي اللحظة من تجي تشوف الواقع اللي موجود المأساوي مشكلة، يعني الضفتين بيها أوساخ، والغريب بالأمر لقينا مياه ثقيلة تصب به، يعني وين راحت الكرم الأنهر؟ وين راحت البلدية أو البلديات؟ يعني المفروض من هذه الدوائر المعنية أن تقوم بواجبها بصورة حقيقية وصادقة. أتمنى يعني مو بس يهتمون بالشط، يهتمون بكل الأمور، هواي شغلات يعني مهمولة وحاويات لا ما أدري شنو، يعني ترتيبها المفروض ما تصير مدينتك حلوة أنت ترتاح أكثر، فالنظافة حلوة والشط وهاي وكلها يعني إيش ما تتنظف تصير البيئة أحلى. ويأمل المواطنون في المثنى أن يتحسن واقع الكهرباء في المحافظة خصوصا في شهر رمضان المبارك، وأن تعمل الحكومة على تنفيذ مطالبهم وانتشالهم من واقعهم المتعب. من المثنى حسين الخزعلي، قناة صلاح الدين الفضائية.